من البشر بالإيمان والتقوى تنعم بها، ومن خالفها شقي بها. مثلا من أراد أن يخالف قانون الجاذبية ويرمي نفسه من شاهق فإن الأرض ستجذبه وتتهشم عظامه. ولأهمية التعرف على هذه السنة الإلهية فقد ورد التأكيد عليها في غير هذه الآية أيضا، كقوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن إقامة الدين في حياة الناس وتمسكهم بالإيمان والعمل الصالح سبب أكيد للسعادة ورفاهية العيش في الدنيا ونيل رضوان الله تعالى والنعيم في الآخرة. فالدين ليس أفعالا عبادية يؤديها الإنسان بينه وبين الله تعالى بمعزل عن الواقع، بل إنه قانون لتنظيم حياة الإنسان مع الكون كله. أيها الموالون المجتمعون لنصرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، لقد احتجت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام على أصحاب أبيها بهذه الآية الكريمة رحمة بهم وشفقة عليهم، لأنها تعلم بأن ما يحصل في ذلك اليوم إيجابا أو سلبا سيزلزل الأرض جميعا ويرسم خارطة البشرية في مستقبلها إلى قيام يوم الساعة. فطالبتهم بالوفاء ببيعتهم لأمير المؤمنين عليه السلام التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وآله منهم يوم غدير خم، وأنهم إن التزموا بها فتح الله تعالى عليهم بركات من السماء والأرض، وحذرتهم من مغبة النكول والنكوص على الأعقاب. ومما قالت عليها السلام في حثهم على الوفاء ببيعة أمير المؤمنين عليه السلام: وتالله لأوردهم منهلا نميرا صافيا. هذه هي البركات التي وعدت بها الآية الكريمة، صافيا رويا فضفاضا تطفح ضفتاه لغزارته، ولا يترنق جانباه، لا يتكدر ولا يتسخ كما هو شأن أنهار الدنيا، لا هذا يختلف، ولا يترنق جانباه، ولا أصدرهم بطانا أي شبعا، ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل، ولا يحظى من الدنيا بنائل غير ري الناهل وشبعة الكافل. فكافل العيال يؤثرهم على نفسه ويجوع ليشبعهم، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب. ثم تلت الآية الكريمة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهي عليها السلام لم تدعهم إلى علي عليه السلام الشخص فقط، وإنما دعتهم إلى التمسك بعلي المشروع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وآله، وهو الإسلام النقي كما أنزل من الله تبارك وتعالى، وتعاقب على تمثيله أبناؤه المعصومون البرر عليهم السلام، ومن بعدهم مراجع الدين العظام. فعلينا أن نستجيب لدعوة السيدة الزهراء عليها السلام، ونعمل على إقامة دين الله وهداية الناس إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة وإصلاح أحوالهم،
وأن نبدأ من داخل أسرتنا أولا وننطلق إلى المجتمع، وأن نستثمر كل الوسائل المتاحة خصوصا ما كانت منها واسعة الانتشار وبالغة التأثير، ولا تعيقها حدود الجغرافيا. وحينئذ ستحظى الأسرة والمجتمع بانفتاح هذه البركات التي لم تذكرها الآية الكريمة، بركات من السماء تركتها نكرة حتى تكون شاملة وعامة، لم تذكرها الآية لكنها تعرف من الآيات الأخرى والروايات الشريفة كحالة الاطمئنان والسكينة وزوال الخوف والقلق الذي ينكد حياة البشر اليوم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وينعمون بحياة هنيئة سعيدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا بد أنه سيأتي اليوم الذي تسعد فيه البشرية بإقامة دين الله تعالى وهيمنته فاطمة الزهراء. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة.
الله خير. ما نرجوه أن يكون التنظيم لائق بتشييع فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يتقدم خلف النعش طلبة العلوم الدينية جزاكم الله خير، وهذا ما ينسجم مع ما قاله المرجع أن القيادة بيد الحوزة الشريفة المتمثلة بالمرجعية، وهؤلاء الطلبة هم من ينوب عن مرجعيتنا في مناطقهم وفي مواقع الخدمة. يا أحباب الزهراء، أيها التواقون لشفاعة الزهراء والمفجوعون بمصيبة الزهراء، قوموا لنرفع الظلامة عن فاطمة الزهراء وننصرها ونظهر عزتها وكرامتها، ونشيعها نهارا جهارا، ولنرغم أنوف ظالميها وشانئيها. نعش الخلود بين الحشود سيرفع تحت الضياء، نعش النقاء يشيع. نعش الخلود بين الحشود سيرفع تحت الضياء، نعش النقاء يشيع. وعهد الغيارة نهارا جهارا، تشيع الزهراء تشيع الزهراء. سنمزق تاريخا أسود وعليه التشيع سيشهد، بظلامة دفن الزهراء وبليل من الحزن تلبى. والبادئ بالظلم الأظلم من جرمه كلا لن يسلم، فأنين الزهراء بصمت بلسان الأيام تكلم. تجارة نهارا جهارا تشيع الزهراء تشيع الزهراء، بدمع تجارة نهارا جهارا ضلع المختار. يا ظالم نارا في الدار، أو تعلم أنك أودعت التكفير بقلب الفجار. فالعثرة من كفك ذاكوا آلاما بالحقد تساكوا، ورؤوس من الناس تهاوت ودماء بالجهل تراق. شعارا نهارا جهارا لنحيي شعارا نهارا جهارا تشيع الزهراء تشيع الزهراء. دماء المحسن ما جفت، رايات لدمائه ربت، لأكف الحشد مناديا يا تأرى الزهراء واصطفت. لتقارع جيش الطغيان وليعلو صوت الإيمان، وسيظهر قطعا قائمنا ليشيد قبر الفرقان. انتصارا نهارا جهارا تشيع الزهراء تشيع الزهراء. ليبقى انتصارا
تشيع الزهراء، تشيع الزهراء.
إنه يوم بثاق الحزن من عين القمر، فيه إيلام البتول ضلعها فيه انكسر، فيه شيطان النفاق من ثناياهم ظهر، لرضا الرحمن باعوا واشتروا فيه سطر، ليكون اليوم حدا فاصلا بين البشر، بين أنصار البتول وقلوب من حجر، صار للفرقان صوتا فاضحا زيفا وشر. اليوم نسميه فخار يوم الفرقان، يوم لله مضت فيه فتل القرآن، فيه الصفراء أضحت بدماء، فيه الصفراء أضحت بدماء، لتجسد عبر الأزمان معنى الإيمان، لتجسد عبر الأزمان معنى الإيمان. مقتل الزهراء يعني مقتل النور الأصف، فيه أهل البيت ذاقوا طعم دمع من وصف، إنه يوم القتال بين ظل والحطب، بين أشياخ الظلام وسنا فخر العرب، يوم يتجذر إيمانا فينا ميزانا للحق تجلى دمعا وعيون، أم الآلام أصل الإسلام، أم الآلام حصن الإسلام، هي أم المذبوح حسين أم الأحزان، لتجسد عبر الأزمان معنى الإيمان. اليوم نسميه فخار يوم الفرقان، يوم لله مضت فيه. إن أنصار البتول شاركوها بالألم، بالبكاء والعزاء والمسير والقلم، نصرة الزهراء تعني انتصارا بالقيم، ديننا لولا دماه صار نسيا وانهدم، أنصار الزهراء تراهم للطلع جنود، يحيون الذكرى بمسير ضد النمرود، صوت وشعور يهدون نحور، صوت وشعور يهدون نحور، بخطاهم حق الزهراء يعلو ومصان، لتجسد عبر الأزمان معنى الإيمان. يوم لله مضت فيه فتل القرآن،
دربنا حزن ونار تمتطي ظهر المحن قائد فيها الإمام غايب عبر الزمن حربنا ضلع وثار سرها ضلع الشجن والحسين الصبر فيها والعطام من حسن وعلي يكسو هيبتها عزما وثبات والتسعة من ولد حسين فيها الآيات نصر وصمود والدأر يعود نصر وصمود والثار يعود وسيبقى دار الزهراء دار الأزمان لتجسد عبر الأزمان معنى الإيمان اليوم نسميه فخارا يوم الفرقان يوم لله مضت فيه مد القرآن فيه الزهراء أضحت بدماء فيه الزهراء أضحت بدماء لتجسد عبر الأزمان معنى الإيمان لتجسد عبر الأزمان معنى الإيمان روحها بين القلوب بالصمود تبحر ليس معناها أنين أو دموع تهمر إن معناها تبات ودماء تنهر عند خط النار نادت يا جنودي كبر من نار الضلع لثورة يمتد للنصر ينادي مضجعها والنحر مجير يا خير رجال فخر الأجيال يا خير رجال فخر الأجيال وعليكم يا حشد الله صلى الرحمن لتجسد عبر الأزمان معنى الإيمان اليوم نسميه فخارا يوم الفرقان يوم لله مضت فيه مد القرآن فيه الزهراء فاطمة يلا يلا إلى فاطمة الزهراء ويا علي.
تبكي. تركض تشبك امها ما
استرد باكر اللي قلب الحافر تركض تكسر الخاطر تلم جسمه وثيابه تلحق زينب بهمها وياها تطف بخيمها وتمسح علمتيل دمها وتطب وسط الخرابة تطب وسط الخرابة تطب وسط الخرابة تطب وسط الخرابة
الحمد لله على نعمة حب فاطمة يا ريب من أحبها ينال حسن الخاتمة الحمد لله على الحمد لله على نعمة حب فاطمة الحمد لله هلا بيه ان شاء الله لا ريب من احبها في الحشر تأتي فاطم يقدمها المولى علي تخاطب الله يا رباه يا مؤملي في الحشر تأتي فاطمة يقدمها المولى علي تخاطب الله يا رباه يا مؤملي أحببت أن تظهر لي شأني فتدخل الجنة من أحبني بالعجل فتدخل الجنة من أحبني بالعجل شفاعتي لشيعتي وتلك حسن الخاتمة الحمد لله على نعمة حب وين اللي يشكر النعمة الحمد لله البحراني نعمة حب فاطمة ما مثلها من نعمتي وإن من أحبها يشفع للأحبة نعمة حب فاطمة ما مثلها من نعمتي وإن والله من عليائه مخاطب للشيعة اليوم من أحبكم فأدخلوه جنتي فأدخلوه كرامة لفاطم ومن يحب الفاطمة الحمد لله على نعمة حب فاطمة الحمد لله تمسح جرح دمي
معزوفة حاضرة في جمعنا، حاضرة في كل ما أتى من على الحسين تبقى لاطمة. الحمد لله على نعمة حب فاطمة، الحمد لله على نعمة حب فاطمة. يناله يا ربي إن أهديتني شفاعة ضلعي الأبي، لن أدخل الجنة لن من دون أمي وأبي. قال بأن الحب من ينفعني في الكرب، ومن أحب فاطما في حشره لم يخب، في حشره يا رب فاجعل نعمة الحب إلينا دائمة. الحمد لله على نعمة حب فاطمة، الحمد لله على نعمة حب فاطمة. علي يا علي، علي يا حلو ان الحسن نقرأ سلام الله. لازم يواسونا
سلام بالونة والعبر عافية بالونة
يا أحباب الزهراء، أيها التواقون لشفاعة الزهراء والمفجوعون بمصيبة الزهراء، قوموا لنرفع الظلامة عن فاطمة الزهراء وننصرها ونظهر عزتها وكرامتها ونشيعها نهارا جهارا ولننغم أنوف ظالميها وشانئيها. نعش الخلود بين الحشود سيرفع تحت الضياء، نعش اللقاء يشيع. نعش الخلود بين الحشود سيرفع تحت الضياء، نعش اللقاء يشيع. وعهد الغيارة نهارا جهارا تشيع الزهراء، تشيع الزهراء. تشيع الزهراء، تشيع الزهراء. سنسير بنعش الزهراء ما بين ضجيج الأضواء، ما عاد التشييع بسر وسيملأ أذن الأصداء. سنمزق تاريخا أسود وعليه التشييع سيشهد، بظلامة دفن الزهراء وبليل من الحزن. أخذنا القرار نهارا جهارا تشيع الزهراء، تشيع الزهراء. لن يبقى التاريخ مزيف ووجوه الأصنام ستفشى، وأكف الطاغوت ستقطع وثمار التشييع ستقطع. والبادئ بالظلم الأظلم من جرمه كلا لن يسلم، فأنين الزهراء بصمت بلسان الأيام تكلم. عند جارة نهارا جهارا تشيع الزهراء، تشيع الزهراء. بسمع تجارة نهارا جهارا تشيع الزهراء، تشيع الزهراء. يا كاسر ضلع المختار، يا ضارب نارا في الدار، أو تعلم أنك أودعت التكفير بقلب البشار. فالعترة من كفك ذاقوا آلاما بالحقد تساقوا، ورؤوس للناس تهاوت ودماء بالجهل تراق. شعارا نهارا جهارا يسيح الزهراء، يسيح الزهراء. لنحيي شعارا نهارا جهارا تشيع الزهراء، تشيع الزهراء. فدماء المحسن ما جفت رايات لدمائه ربت، لأكف الحشد منادية يا زهر الزهراء واصطفت. لتقارع جيش الطغيان وليعلو صوت الإيمان، وسيظهر قطعا قائمنا ليشيد قبر الفرقان. انتصارا نهارا جهارا يشيع الزهراء، يشيع الزهراء. ليبقى انتصارا نهارا جهارا تشيع الزهراء، تشيع الزهراء.
عين الجلال ليلى قلبك ثالث جفن للنبي وثاني
استرد باشر للي قلب الحافر تركب تكسر الخاطر تلم جسمه وثيابه تلحق زينب بهمها وياها تطف بخيمها وتمسح علمتيل دمها وتطوب وسط الخرابة تطوب وسط الخرابة تطوب وسط الخرابة تطوب وسط الخرابة
حجاب. رش القبور ماي دموع السالني وانت اهلي يا العزيزة الهلامو جزء مني انت كلي يا العزيزة غيرت مراحل
الحمد لله على نعمة حب فاطمة لا ريب من أحبها ينال حسن الخاتم. أنتم بجوار أمير المؤمنين وهو القائل عليكم بنظم أمركم،
هاي الوحدة وياك أمير المؤمنين. لا أكيد وياك أمير المؤمنين. أريدك تهدأ شوية خلى طيب مستهل. الله يبارك فيك. عندنا يوم يوم صعب اليوم. اليوم تشيع فاطمة. اليوم يدفن بيد حبيبته أمير. Yeah.
سمع لي صوتك. وامشي بهداي لا ضلحة الجيب امشي بهداي شيال النعش لا ضلحة الجيب حاخري وداع اقوم الموفق حيدر محمد الشمس النجفي. Yeah.
المقدمة نريد الرج الصحن بمجلسنا بمجلسنا وجاي احكي ويا امير المؤمنين وشقل ارخصني يا علي. شافتها عينك يا علي من عصرها الصرخة يمك تعتلي من عصرها سيدي معقولة صاحت وانت حاضر يا علي صعبة تبقى صابر جهد لضم والأمير المؤمنين أبدا أبدا لضم جهدك صوتك وإيدك وجوابك وياي. شافتها عينك يا علي من اللي عصره والصرخة يمك تعتلي من اللي عصره احفظت يا لا. شافتها عينك يا علي المسعى هذا يشوفك أمير المؤمنين ويقضى حاجتك.
العسل يا علي صرختي الزهرة يا حيدر وانت تسمع صرختي الزهرة يا حيدر وانت تسمع رادي دخل وهي رادت لي اهتمنا Thank you.
عليها ثلاثة. هاي جزء من هذا المصاب. واحد ضربها بغلاف السيف، واحد لكزها بكعب الروح في خاصرتها، ما رجعت. جاء الرجل ولطمها على عينه. يا علي يا الله يا علي إيه.
جينا
المحسن ليش طاح؟ لأنه اللعين معذرة جسارة بحضرتك يا أمير المؤمنين، لأنه اللعين خلى شف رجله ما مضبيها، خلى ركوبته ما مضبيها، خلى شنو شفه عصرها بين الباب والحائط حتى أطبقت الباب على الحائط بهذا الشكل. بعد ما كان للمحسن ما أخوان أسولف لك هاي الجلطات اللي تصير، الجلطة قبل إيش قد تكتشفوها؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ أكثر؟ قبل بيان الزهرة أكو جلطة اكتشفوها؟ لا، بس أنا أقول لك صارت جلطة بعين الزهرة، هيك تبدأ حمرة بعينها بالبياض. ليش هذا؟ ليش؟ من أثر شنو؟ من أثر اللطمة على عينها. وأكو كلمة بعد ما أقدر أحكيها عذرا من حضرتك يا أمير المؤمنين، بس أقول مثل ما داسوا صدر الحسين داسوا صدر الزهراء، مثل ما سحقوا إيدين الحسين ضربوها الزهراء على إيديها، مثل ما سحب